السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطال الله في عمرك وفي صحتك يا رب العالمين على طاعة. في طاعة الله يا رب، وأنت والسامعين والسامعات. السلام. كنت عايز أعرف يا شيخنا، هو في خلاف بين العلماء في حكم سن الأضحية؟ لا، ما فيش خلاف، خلافات طفيفة. يعني يا شيخنا في الظروف اللي موجودة دلوقتي والحمى القلعية واللي احنا بنسمعه، ففي الأضحية الناس اللي أنا يعني أو الناس اللي أنا يعني عارفة إن هم أهل ثقة وكده وناس يعني أقدر أجيب منهم أضحية كمان يعني، فهم عندهم وقالي بصراحة الأضحية يعني لسه ما تمتش، لسه لها يعني لسه لها سنتين، سن سنتين فرق شهر ونص أو شهرين كده عشان يكون امين معايا، هو تاجر امين، بس في الظروف دي انا مش ضامنه حد، خصوصا ان الدنيا عندنا امراض وكده، فهل في مخرج للموضوع ده ولا اعمل ايه؟ الأضحية ليست واجبة، إما أن تتبع فيها السنة أو لا تدفع عليها. إذا أردت الأجر اتبع السنة. ما استطعت أن تأتي بالأضحية التي فيها الشروط، ليست الأضحية بواجبة. بس ولا اللحم يجزئ عن السن، ان هي ما شاء الله يعني. قلنا من 20 مرة أن جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة يقولون السمنة لا تقوم مقام السن. شكرا. يعني يا شيخ ما اصرف نظر، لا، ما تصرفش نظر، اشتري خروف. طيب اشتري خروف، اجزاء، اشتري قدي الو كبير، اشتري قدي كبير. الو ايوه اشتري قدي.